مين مكان يجي يمسكنا يا عم حماس ولا فتح يمسكونا انتخابات انتخابات طب يا عم حلونا مشان الله تحلونا. بالنسبة لمرسوم الانتخابات إشي رائع جدا، هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، إن شاء الله هذه بداية لإنهاء هذا الانقسام، هذا إشي إيجابي، توحيد الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة التي تمر فيها القضية الفلسطينية، قيام بعض الدول من التطبيع بشكل علني، فهذه خطوة بالاتجاه الصحيح. والله هو أملنا أنها تصير الانتخابات، يعني إذا كانت تفتح والله حماس، المهم مشكلة الشعب تنحل. والله الانتخابات لازم يكون يعني يجي يحلونا، يعني اليوم صار الشاب عمره 25 سنة في الشكل في جيبته، يعني مين ما يجي المهم الشعب ينحل يعرف يلاقي ياكل. التفاؤل راح من عندنا من زمان، من طموحاتنا راحت من زمان، بس يعني نأمل ان الله يكون في تفاؤل شوية. الله نتفاؤل بإذن الله رغم المراحل الفائتة. طبعا متفائلين وإن شاء الله بتصير، لازم أن الواحد ضل متفائل في الانتخابات وفي المصالحة الفلسطينية. إحنا متفائلين بالانتخابات، ولكن بالأغلب أنه حيكون في إيد خفية للعب فيها على محاولة توقف الانتخابات هذه. بخصوص المشاركة، في حال تغيرت الشخصيات حشارك؟ بإذن الله حشارك، بس حظ غزة تنحل. إن شاء الله حشارك. نعم راح أنزل أنتخب. لازم إحنا نشارك، لازم صوتنا يخرج على الملأ. حشارك وخلي جميع الأسرة تشارك من أجل التغيير للأفضل إن شاء الله. والله إيش أكيد إن أنا هنزل وأشارك، أنا كشعب فلسطيني كصوت لازم أدي صوتي. رسالة لأصحاب القرار أن احنا مهما صارت بين الانتخابات أن احنا نتم صلاحتنا ونضلنا شعب واحد وأمة واحدة، كونوا إيد واحدة وضد الكيان الصهيوني، ويكونوا متمسكين ويكونوا عند قراراتهم، ونكون في عن جد هذا المرة يكون في انتخابات وفي توحيد لصفوف الشعب الفلسطيني. والله إن شاء الله نأمل من الله تكون أنه هالطرفين يتوحدوا وننهي الخلاف اللي بيناتهم، وغزة تعيش وننتصر على أعدائنا إن شاء الله ونحرر أسرانا ومصرانا. رسالتي إنه كل مواطن في قطاع غزة داق الذل وداق الإهانة وداق الحصار ينزل وينتخب ويشارك في الانتخابات. نتأمل ونرجو من الله أن يكون هذه المرة في نوايا صادقة من جميع الأطراف. نتمنى أن تكون هذه الخطوة جدية وفعالة ونتم هذه الانتخابات، سواء كانت مجلس التشريع أو الرئاسية.